إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم عن نبيه ورسوله الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام، حين قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شاهدنا من هذه الآية ما ذكره جماعة من أهل العلم من المفسرين وغيرهم، أن يوسف عليه السلام سأل الله عز وجل حسن الخاتمة. كلنا سيموت، فربنا سبحانه وتعالى يقول: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كلنا سيموت، ولكن هناك من يختم له بخير، وهناك من يكون على عكس ذلك عياذا بالله. فسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، فإن من مات على شيء بعثه الله عليه، كما جاء عند الحاكم وأحمد وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات على شيء بعثه الله عليه. مات على عمل صالح، على بر، على إحسان، على قرآن، على علم وعمل، بعثه الله على ذلك. ومن مات على شر، على فجور، على خمر، على قطع للطريق، على عقوق للوالدين وغير ذلك،
بعث عليه عياذا بالله. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه لطائف المعارف أن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، يخافون من سوء الخاتمة. قلوب الأبرار أهل البر والإحسان والخير والأعمال الصالحة، إلا أن قلوبهم معلقة بالخواتيم. قال: وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، ماذا كتب لنا قبل أن نخلق؟ يخافون أن يكون قد سبق لهم غير الحسنى عياذا بالله. ولا شك أن لحسن الخاتمة أسباب، ولسوءها أسباب، وللخاتمة الحسنة علامات، وللخاتمة السيئة علامات. وفي هذه الدقائق المعدودات نذكر ما ييسره الله عز وجل من أسباب وعلامات حسن الخاتمة وسوءها عياذا بالله. فقد جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وفي الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي بعض الروايات: فيما يبدو للناس كان الأول يعمل أعمالا ظاهرة صالحة وقد انطوى جوفه وقلبه على الغل والدسائس عياذا بالله، على النفاق وغيره. ولهذا جاء في الحديث الأول حديث جابر في بعض ألفاظه أن من مات على شيء بعث عليه، فمن مات على الإيمان بعث كذلك، ومن مات على النفاق بعث كذلك عياذا بالله. إن من علامات حسن الخاتمة أن يختم للعبد بأن ينطق بكلمة التوحيد. ليس هذا بيدي ولا بيدك ولا باختياري ولا باختيارك، الله وحده لا شريك له الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم حالك ويعلم ما في قلبك، هو الذي يوفقك ويطلق لسانك لأن تقول هذه الكلمة ولو شغلك من شغلك عنها، ولو رأيت أهوالا وأمورا عظيمة فيأبى الله لك إلا الخير. ومن الناس من يجتهد من بجواره على أن ينطق بها فلا يقدر. جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاء عند الحاكم وغيره من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا أشرق لها لونه وهانت عليه كرباته لا إله إلا الله. ينفس الله عنه كربته ويشرق لونه عند موته أن ينطق بهذه الكلمة العظيمة عند موته. ولكن لا تظن أن العبد لو مات فجأة وأنه لم يشهد من حضره أنه قالها عند الموت
أن هذا يعني أنه مات على خاتمة سيئة، فكم من الأبرار والصالحين والمقربين ممن مات ولم يذكر من حوله أنه نطق بها قبل موته، ولكن النطق بها والتوفيق لها من علامات حسن الخاتمة. ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت العبد يوم جمعة أو ليلة جمعة، العبد المؤمن، وإلا قد يموت من أهل الكفر والشرك من اليهود والنصارى والوثنيين ومن جرى مجراهم يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا ينفعهم ذلك. ولكن هذا في حق المؤمن إذا مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، كما جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر. وقد كان سلفنا الصالح يتمنون الخاتمة الحسنة ويدعون الله بها، فهذا سعيد بن المسيب رحمه الله إمام من أئمة التابعين وأئمة المسلمين، وقد قيل إنه أفضل التابعين على الإطلاق، ولا شك أنه من أفضلهم. كان يتمنى أن يموت يوم الجمعة ضحى ليصلى عليه يوم الجمعة وينال الخير العظيم بحسن الخاتمة في ذلك اليوم. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف أن السلف كانوا يستحبون أن يموت أحدهم عقب صيام رمضان أو عقب حج بيت الله الحرام، لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، متفق عليهما. فمن مات عقب حج أو عقب رمضان وكان قد أدى تلك العبادات على الوجه المطلوب فإنه يرجى له أن يكون قد مات على خير، كما كان السلف يتمنون ذلك. وهكذا أيضا الموت بعرق الجبين، فقد جاء عند الحاكم والطبراني وغيرهما أن بريدة رضي الله عنه كان بخراسان فزار أخا له في الله في مرض موته، فوجده في سكرات الموت ووجد جبينه يرشح عرقا، فقال: الله أكبر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يموت بعرق الجبين. فهذه من علامات حسن الخاتمة. كذلك من علاماتها أن يخدم للعبد بعمل صالح، بطاعة، بعبادة، مات على خير. فقد جاء عند أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما يبتغي به وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله ختم له بها دخل الجنة. وهكذا إذا أراد الله بعبده خيرا، والله عز وجل لطيف بعباده، وسع كل شيء رحمة وعلما، أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وبحمده، إذا أراد بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب الخير والعمل الصالح عند موته، فيختم له به، فيختم له بعمل صالح، ويرضي عنه من حوله، يكون ربما بينه وبين أقاربه وجيرانه وناس آخرين من النزاعات والخصومات في أمور الدنيا وغيرها، فإذا أراد الله به خيرا فتح له باب خير قبل موته، فيرضي عنه من حوله من أقاربه وجيرانه وأرحامه وغيرهم، فيترحمون عنه ويترضون عليه بعد موته،
فأراد الله به خيرا بذلك. جاء عند الحاكم والطبراني وغيرهما من حديث عمرو بن حمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له عمل صالح قبل موته فيرضى الله عز وجل عنه من حوله، فيشهدون له بخير ويدعون له بخير فينفعه الله عز وجل بذلك. وفي اللفظ الآخر: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، ويقال عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يفتح له عملا صالحا ثم يقبضه عليه ويختم له بخاتمة حسنة على عمل صالح. كذلك من علامات الخاتمة الحسنة أن يموت العبد شهيدا في سبيل الله، يقاتل الكفار أعداء الله لإعلاء كلمة الله وحده لا شريك له، أو أن يكون مبطونا أن يموت بداء البطن، أو مطعونا أن يموت بالطاعون، أو أن يكون غريقا أو صاحب هدم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والذي يقتل في سبيل الله. هؤلاء خمسة موتهم شهادة لا على سبيل الحصر، فقد دلت الروايات الأخرى على إدخال غيرهم معهم كالحريق. والمرأة التي تموت نفاسا يقتلها طفلها تتعسر بها الولادة فإن موتها شهادة. وهكذا أيضا جاء في حديث سعيد بن زيد عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فموت هؤلاء جميعا شهادة، وموتهم على هذا الحال موت على خاتمة حسنة، موت على خاتمة حسنة. فيا عباد الله، إن العبد المؤمن ينبغي له أن يحرص على الأعمال الصالحة. نحن لا ندري متى نموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فحينئذ قد يفجأك الموت ليلا أو نهارا، ربما أسعف الصحيح السليم مريضا ورجع الصحيح ميتا يحمله ذلك المريض، يرى قد الليل مسرورا بأوله. إن الحوادث قد يطرقنا أسحارا، يموت الإنسان فجأة بحادث، بمرض معين يلم به ويأتيه أجله فلا يملك إلا أن يجيب. فاحرص على أن تنام على طاعة الله، وأن تصبح على طاعة الله، حافظ على الواجبات الفرائض، رأس مالك التوحيد، احذر من الشرك، دعاء لغير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، تعليق الحروز والتمائم، الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين وما أشبه ذلك. احرص على السنة واتباعها والعمل بها، احرص على بر الوالدين وعلى صلة الرحم وعلى حسن الجوار وعلى أكل الحلال وعلى حفظ سمعك وبصرك وغير ذلك. سئل الإمام الشافعي رحمه الله عن بر الوالدين، فقيل له: الرجل أيجوز له أن يخاصم والديه، يختلف مع أبيه وأمه ويختصم معهما ويبحث عن محكمين ووسطاء للدخول بينه وبين أبيه أو أمه؟ قال: لا يخاصم الرجل والديه ولا يخاصم نعليهما، لا يخاصم نعل أبيه وأمه، فضلا عن أن يدخل معهما في نزاع وخصومة وتتبعه دعواتهما عليه عياذا بالله، فتظلم في وجهه الدروع ولا يوفق في أمر دينه ولا دنياه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجنبنا ما يبغض ويأبى،
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها المؤمنون عباد الله، من أعظم الأسباب لحسن الخاتمة الإيمان والعمل الصالح، وهكذا أيضا أعمال البر وصنائع المعروف إلى الناس. يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ويقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه، انظر إلى التوكيد بأربعة من المؤكدات: بالقسم المقدر، واللام الموطئة للقسم، ونون التوكيد. فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا وعند الموت في قبره ويوم يلقى الله، كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في غير ما موضع من كتبه وغيره من أهل العلم. وهكذا أيها المؤمنون، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة وغيرها: صنائع المعروف، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف يوم القيامة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر يوم القيامة. تصنع معروفا إلى أخيك المسلم، إلى قريب أو بعيد، تقضي له حاجة، تفرج عنه كربة، تشفع له شفاعة، تدفع عنه مظلمة، تذب عن عرضه، تواسيه ولو بقضاء شيء من الدين، أو أن تقرضه، أو تقف معه في كربة ومحنة في سراء أو ضراء، تصنع له معروفا. والمعروف نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف يوم القيامة، يعلم الله وإياكم منهم. وهكذا أيضا ثناء الناس الحسن من علامات حسن الخاتمة، لا سيما الجيران الأقربين الأدنين. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد له أربعة من أبيات جيرانه الأدنين بخير، ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أبيات جيرانه إلا قال الله عز وجل: قبلت قولكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد له أربعة من جيرانه دخل الجنة. قالوا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قالوا: واثنان؟ قال: واثنان. قالوا: ولو قلنا ولم نسأله عن الواحد. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال: وجبت وجبت وجبت. ثم مر عليه بأخرى فأثنى عليها الناس شرا: سارق، عاق، قاطع طريق، قاتل، شاهد زور، تارك للجمع والجماعات، آكل للحرام، وما أشبه ذلك من أنواع الثناء السيء. مر على النبي صلى الله عليه وسلم بالجنازة الأخرى فأثنى عليها الناس شرا فقال: وجبت وجبت وجبت. فقال له عمر الفاروق رضي الله عنه: يا رسول الله، مر عليك بجنازة فأثنوا عليها شرا فقلت وجبت، وعلى الثانية
أثنوا خيرا فقلت وجبت، قال أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة وعلى الثانية شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وقد ذكر الإمام النووي وغيره أن العبرة بشهادة أهل العلم والدين والخير والصلاح، وإلا كم من المجرمين والطغاة تشهد لهم وتطبل وسائل الإعلام الليل والنهار إذا ماتوا، ومع ذلك لا ينفعهم هذا، إنما العبرة بشهادة الصالحين المؤمنين الأبرار الأخيار المتقين، لا شهادة الزور وشهادة من كان على شاكلته. أنتم شهداء الله في أرضه، هذا مما ينفعه، وهذا من علامات الخير. إن من أسباب سوء الخاتمة عياذا بالله كما ذكر ذلك الحافظ السيوطي وغيره نقلا عن أهل العلم، قال من أعظم أسباب سوء الخاتمة أربعة أمور. قال التهاون بالصلاة وعقوق الوالدين وشرب الخمر وأذية المسلمين. إحنا تؤذي المسلمين في دمائهم في أموالهم في أعراضهم لا سيما الصالحين منهم، فيختم لك بشر عياذا بالله. بابان كما في الحديث، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا الباغي وعقوق الوالدين، عقوبته معجلة في الدنيا فضلا عما ينتظره يوم القيامة، أذية المسلمين والتضييق عليهم تؤذيهم في دمائهم في أعراضهم في أموالهم، هذا من أسباب الخاتمة السيئة عياذا بالله. وذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أن الدسائس السيئة التي تنطوي عليها القلوب من أسباب سوء الخاتمة، يضمر الإنسان للإسلام والمسلمين شرا ويتظاهر بالخير والصلاح والنفع والإصلاح وغير ذلك، وهو يبطن في قلبه الغش للإسلام والمسلمين، في قلبه دسائس السوء، يظهر ذلك عياذا بالله في الخاتمة السيئة يختم الله له بها. وكما أن من أسباب حسن الخاتمة مجالسة الصالحين وأهل الخير والعلم والدين، فمن أسباب سوء الخاتمة مجالسة أعداء الله عز وجل وجلساء السوء، فإن هؤلاء من أعظم أسباب سوء الخاتمة. وما حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب في الصحيحين عنا وعنكم ببعيد، فكان جلساء السوء سببا لموته على غير الإسلام وعدم قبوله للدخول فيه، لأنهم ذكروه بتلك الكلمة الخبيثة عياذا بالله. كذلك بغض العلماء والطعن فيهم والوقيعة فيهم والاعتداء عليهم في دمائهم في أعراضهم وما أشبه ذلك من أسباب سوء الخاتمة عياذا بالله، من أسباب سوء الخاتمة. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن من ألفاظ العموم تشمل جميع المكلفين إنسا وجنا رجالا ونساء. وقوله من عادى لي وليا، ولي النكرة في سياق الشر تفيد العموم، سواء كان هذا الولي ذكرا أنثى عالما متعلما غنيا فقيرا، من كان هو من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون على إيمان وتقوى، من كان بقطع النظر عن بلده ولونه ونسبه وماله وذكورته أو أنوثته، هو من عباد الله المتقين المؤمنين الصالحين، من عاداه فقد آذنه الله بحرب، ومن حاربه الله قصمه وهزمه،
فارحم نفسك يا من تعادي أولياء الله والصالحين من عباد الله، ارحم نفسك واحذر من سوء الخاتمة وعقوبة الله لك المعجلة والمؤجلة عياذا بالله. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أن ترزقنا حسن الخاتمة أجمعين وأن تعيذنا من سوءها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى وجنبنا ما تبغض وتأبى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا وديننا ودنيانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع عن بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة القتل والغلاء والوباء والفتن ما ظهر من ذلك وما بطن. اللهم عليك بأعداء الإسلام أجمعين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اكفي البلاد والعباد شرهم بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.